أهلا بكم متابعينا الكرام. اليوم بتكون حلقة خاصة بمناسبة الوصول لمليون مشترك، ونرد فيها على أسئلة المتابعين المحرجة، ونناقش قضايا مهمة زي زواج فوزية وبط شهانة. شكرا على استضافتي بهذا البرنامج الرائع، مع سفحاء زيكم. وشعوركم بنات لما وصلنا المليون؟ يلا شايكم نبدأ الحلقة يا بنات. وشروق معنا بتقدم نشرة الأحوال الجوية. ومعنا عبر الأقمار الصناعية مراسلتنا حلا، كيف تفاعل الفانز معك بالساحة؟ مراسلتنا حلا، هل تسمعينني؟ نعم، أيوة حماس. أيوة حلا، تسمعيننا؟ نعم حلا، تسمعيننا؟ جاوبي أرجوك. أسمعك نعم حلا، أرجوك جاوبي، تسمعين؟ لا تروحين وتتركيني مع الذئاب البشرية، لا تروحين وتتركيني. وجوعك في دراما. السؤال الأول من مصطفى الشهانة، هل ممكن تتروشين في يوم من الأيام؟ وش يقصد؟ ما فهمت. يعني تتروشين تسبحين موية؟ ايه، احب رياضة السباحة. لا قصدهم تتروشين يعني صابون وكذا. ايه انا غسل يدي بالصابون برمضان. اتوقع كلنا عرفنا الإجابة. السؤال الثاني موجه الفوزية، يقول فوزية ليه أنت عصبية؟ انا عصبية؟ مين قال هالكلام؟ اجي افقع وجهه الحين. واو، كيف فكروا انك عصبية؟ ما ادري. السؤال الثالث لنورة، وش نوع الشعر اللي تشربينه عشان يطول شعرك؟ لحظة، ما فهمت، كيف اشرب الشعر؟ اتوقع غلطت بالكتابة، قصدها تاكلينه مو بتشربينه. نوع كيرلي. السؤال الرابع الهدير، وش سبب صداقتك القوية مع نورة؟ لان كلنا نحب نبربر ونحب نسمع سوالف بعض. كلنا نسولف كثير لدرجة احيانا اطفش منها وودي ازعلها. اتفهم صراحة، حتى انا احيانا ودي ازعلك لما تسولفين عن الكوريين. الله يديم الصداقة بينكم ويبعد عنكم أصحاب السوء زي شهانة. وانت يا شهانة إن شاء الله تلقين صديقة سوء تناسبك. السؤال الخامس لشهانة، أحد تبين تكفخين وجهه بس ما انت قادرة، وليش ما انت قادرة؟ الشخص اللي أبي أكفخه ما أقدر أقول اسمه، لكن يعتبر أخو إبليس بالرضاعة، إنسان حقير ما أدري لو نعتبره إنسان حتى، وكان سبب في خراب بيوت كثيرة. وليش ما تقدرين تكفخين هذا الشخص؟ لأن في طاولة بيني وبينه. الله يحفظ بيوت المسلمين أجمعين، وحتى اللي زيك ساكنين بالشارع الله يحفظ لهم شوارعهم. السؤال السادس الفوزية، تكلم عن عنايتك لبشرتك. أول شيء أسويه لما أنام هو غسول. قال إيش عنايتها ببشرتها؟ حبيبتي بشرتها تحتاج تدخل العناية المركزة. استجابة لطلب الأخت أم سارة، أنا أنسحب. تفضلي. لأنها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لا. على الهواء مباشرة. أنا قلت لها على الهواء، إن شاء الله يا رب نكون في الأمر، أنا مالي. سيدة صفيناس كاظم، نحن على الهواء مباشرة. إلغي رحلتي. والحين تنتقل المقابلة الحلا. الله، بتسوين معي مقابلة؟ لا قصدنا أنت بتسوين مقابلات مع الناس يعني. هلا، اسمي سلطانة، سؤالي هو وش اهتمامات شهانة غير الجيمينج وهذه الأشياء؟ أحب أطبخ بس ما أعرف أطبخ، أحب أكل، أحب أنام، أحب أقوم بعد ما أنام. إذا تحبين الطبخ كيف ما تعرفين تطبخين؟ يعني زي لما تحبين أمك لكن عمانك فلة. أقسم بالله مخ من أبو خمسة. الشيء اللي حابة أقوله لبنات متوسط هو شكراً لأنكم كنتوا سبب لسعادة أشخاص مرة كثيرين. تكلمي عن نفسك رجاءً. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي سديم النهدي. ليه أهل فوزية ما طلعوا بالمقاطع أو الحلقات؟ حالياً كلهم منقرضين، فيعني أتوقع نقدر نقول أنا آخر حبة حرفياً. أنا وبنت خالاتي نحب نشوفكم دايم، ويعطيكم العافية. والحين مع واحدة متفكرة على شكل شهانة، مصطوط مرة حتى الريحة. أهلا، أنا فانز شهانة من أول حلقة. وش سؤالك حبيبتي؟ بس سؤالي موجه للهنوف، إيش أهم، جمال الشكل ولا جمال الروح؟ في حكمة قديمة تعلمتها من أمي تقول الروح بتروح. طيب حتى الشكل بيروح؟ ها؟ وين بيروح؟ مع الروح إذا راحت. مع مين بيروحون؟ ما أدري عنك، أنت اللي قلتي تروح. مين اللي بتروح؟ الروح.
تروحي وترجعي بالسلامة. سؤال الحلا، وش تبين تصيرين لما تكبرين؟ أبغى أصير طبيبة نفسية عشان أعالج نفسي على الطريق، وصح عشان أعالج سليكتي أنا وبعض. إيش قصدك؟ أنا اسمي نور، سؤالي هو كلكم يا بنات ليش إلى هذه الدرجة أنتم فاشلين وأخبياء؟ وش السبب؟ وش السر؟ أنا أحبكم واجد كلكم. هاي حدك، أنا مو بغبية، أنا صرت العاشرة على المدرسة بخامس ابتدائي الترم الأول. إن شعرنا خائف، لازم أن نلقى حل لإصلاحه. شعري جاف لدرجة أعزم القمل عليه ويرفضون. ما هذا؟ إن شعرها ممتاز وليس متساقط، ورائحته مثل رائحة الحلوة. شكلكم تبغون تعرفون وش سر جمال شعري. يعلمينا وش سرك وش تستخدمين. ما أقدر أعلمكم، لو علمتكم ما رح يكون سر. نورة هذا إعلان، لازم تعلمينا وش المنتج. آسفة، السر اسمه سر عشان السر. مع الشامبو المجهول قولي وداعا لشعرك. هدي أعصابك وعلمينا وش أحوال الطقس اليوم. في عاصفة قوية جدا جاية بالطريق وبتوصل بكرة الصبح، وتم إغلاق جميع المدارس وإلغاء كل الاختبارات، لكن عشان ما نتأخر بالمنهج اتصلت على المدرسة وأقنعتها تخلينا نداوم. نعم أصل كلامها منطقي، وبكرة الحضور إلزامي للاختبار، واللي بتغيب بكرة بتعيد دراسة من أولى ابتدائي. يا رب أبوك يتزوج فوزية. معنا سيف الدين، أكبر فان البنات المتوسط. سؤالي للبنات، شو هو أكثر موقف مخيف مر عليكم ولسه للحين تتذكروه؟ أكثر موقف مر. شكرا لكم، أحلى أروع وأجمل مسلسل، صراحة أنا متابعكم من عام 2019. أكثر موقف مرعب، مرة كنت ألعب مع ملاك حجرة ورقة مقص وجابت مقص صدقي. أكثر موقف مرعب لما استقبلت على ملاك إنها قصيرة وسألتني عن اللوكيشن بيتي عشان بتتفاهم معي بعد الدوام. أكثر موقف مرعب لما ضحكت على نكتة هنوف وقالت لي ملاك ما يحتاج أرسل اللوكيشن لأنها تعرف وين بيتي. أكثر موقف مرعب لما ملاك دريجس اسماكب. هذا الحين هو أكثر موقف مرعب. أنا حالياً بالمقبرة أدور فانز زي ما قلتولي. ملاك ما حد قالك تروحين للمقبرة. إي صح، أنا قلت لنفسي. وكيف الأجواء عندك؟ والله الأجواء هادية والناس متوفين حالياً. صدقين مكان مناسب تلقين متابعين. هنوف لا تنسين ترسلين لوكيشن بيتك. شوفي وراك يمشي شيء، سوي معاه مقابلة. عرفنا باسمك سابقاً. اسمي خليل، مين أقوى شخصية مسلسل بنات المتوسط؟ أقوى شخصية هي نورة، لأن على كثرة التفشيلات اللي تصير لها للحين مقاومة تحاول. وانتي أعوذ بكلمة الله، وش سؤالك بسم الله؟ سؤالي هو هل صار صديقتك ترجع المسلسل أو خلاص صارت مقلقل؟ حاليا جالسة أدور جن عشان أسألهم، ومسكت واحد وبحقق معاه في الموضوع. أقول الوضع بدأ يصير خطر، خلي نقفل الحلقة ونروح بيوتنا بس، يلا مع السلامة. وشكرا يا مشتهى على هذا الدعم، أتوقع اسمك ينطق كذا. وشكرا لك يا عمر، عاد أكيد اسمك ينطق كذا. وشكرا لك يا إن على دفن موهبتي. وأخيرا شكرا للمجهول الهوية هذا، طبعا مستحيل أعرف أقرأ اسمه. إلغي رحلتي.